الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين. هذه تهنئة نرسلها إلى إخواننا المسلمين من أبناء هذا الشعب العظيم، شعب إندونيسيا الكريم المعطاء. نهنيه بهذه المناسبة العظيمة الجليلة الشريفة التي شرعها الإسلام لنا وسنها لنا، ألا وهي مناسبة عيد الفطر الكريم. هذه العبادة التي نتعبد فيها إلى الله سبحانه وتعالى بفرح وسرور، ونسأل الله العظيم أن يجعله عيد فرح وسرور وكرامة وأمن واستقرار لإخواننا المسلمين في إندونيسيا. ونحن عندما نهنئ المسلمين من إخواننا في إندونيسيا فإنما هذه عبادة نتقرب بها إلى الله، ونتذكر قوتنا وقوة الإسلام التي لا نجاة لنا في هذه الدنيا إلا بها. فأوثق عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله، ونحن نشهد الله العظيم رب العرش العظيم أننا نحب إخواننا في إندونيسيا حبا كبيرا حبا عظيما، كيف لا، وهم ذلك الشعب الكريم المعطاء الذي نراه بجانبنا في كل أزماتنا وفي كل ما يحل بنا في أرض فلسطين. نرى هذا الشعب الثائر يخرج بالملايين ثائرا غاضبا من أجل إخوانهم في فلسطين، ونسأل الله أن يجعله يوم فرح وسرور، وأن يديم على إخواننا عزهم وأمنهم وإيمانهم، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. سلامنا إلى إخواننا هناك، نعلم نشهد الله العظيم أننا نحبهم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.